ينضم إلينا هاتفيا من روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد، هل تسمعني؟ نعم، تحياتي للجميع. دكتور فؤاد، يعني السؤال الذي يشغل البال الآن هو فعالية اللقاحات في ظهور أو مع ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا. نعم، بالنسبة لهذا الخبر احنا متابعينه من بدايته، مع انه لازم نذكر الجميع احنا نتكلم من اشهر عن استمرار تغيير الفيروس باستمرار. اي النسخة بالنسبة لنا ليس كانت مفاجأة، لانه في شهر 9 اعلنا وصرحنا انه تغير الفيروس 22 مرة، صار قوته ازيد من 13 مرة بالانتشار. هاي النسخة تتكلم عن قوة الانتشار وليس قوة الأعراض الجانبية. بالنسبة للقاحات، اللقاحات حسب الأخبار حتى الآن لا تكون له رد فعل سلبي على هاي النسخة، لأنه اللقاحات عملوها على الجانب الذي لا يتغير في الفيروس، لأنه الفيروس يقسم إلى قسم ثابت لا يتغير مع الوقت ومع الانتشار، وقسم يتغير باستمرار. اللقاحات كانت تركيزها على القسم الثابت، ونتأمل أنه نأخذ أخبار في هذه اليومين عن النسخة الجديدة. نعم. وعن فعالية اللقاحات. نعم دكتور فؤاد، للتوضيح، هذا التغيير في السلالة هو ليس أول تغيير كما توضح سيادتكم، يعني كان هناك تغيير لهذا الفيروس وتطور لهذا الفيروس ومراحل مختلفة أخرى في السابق، أليس كذلك؟ نعم، هاي النسخة الذين يتكلمون عنها في بريطانيا هي موجودة تقريبا من شهر. أنا اتفاجأنا إنه بريطانيا أعلنت في هذه الطريقة وبطريقة أخبار غير يعني مطمئنين منها في داخل بريطانيا. إحنا يعني من أشهر نتكلم في جميع التلفزيونات العربية والأوروبية كرابطة طبية الأوروبية الشرق الأوسطية التغير، وصلنا لـ 22 تغير لكورونا فيروس، وكل هاي التغيرات أثبتت إنه ارتفاع قوة انتشار الفيروس، ولا يسبب أعراض خطيرة مثل المرحلة الأولى للموج الكبير اللي كان فيها أعراض خطيرة وكان عدد اللي بتوفوا كثيرين خصوصا من الفيروس. لأنه اليوم نتكلم عن إحصائيات التي تشير إلى عدد الذين توفوا مع كورونا فيروس وليس فقط من كورونا فيروس، وهذا فرق كبير. نعم. عشان هيك لازم نستمر بمراقبة تغير الفيروس إلى أي اتجاه ماشي الفيروس، لأنه بيضعف يوميا. نعم. وانتشاره. نعم. أثبت في وجود. نعم. وضحت الفكرة. متوسطين العمر. نعم، شكرا الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، كنت معنا عبر الهاتف من روما.